بسم الله الرحمن الرحيم. واحد من هذول المغفلين المساكين أتباع الحيدري الذين لا يفرقون بين الناقة والجمال يقول بأنه هل واجب على السيد الحيدري أن يذكر بالهامش المصدر اللي يستخدمه داخل البحث؟ لأنه باعتبار أن الحيدري ذاكر مصادر في آخر الكتاب فهذا ما يعتبر سرقة. شوف عزيزي، لا فرق بين الحيدر وغير الحيدري، هذا قانون. كل إنسان يستخدم في داخل البحث مصدر من المصادر يأخذ منه مقطع لابد أن يذكره بالهامش. ليش يذكره بالهامش؟ حتى الناس تعرف إيش قد أخذ من هذا المصدر. لأن أنت لما تقول لي ذكره بالفهرس مال المصادر، هذا فهرس المصادر اسم الكتاب، أما إيش قد استخدم الكتاب هذا اللي يريد يعرفه كل إنسان. لأن معرفة حجم المقدار اللي أخذ الكاتب يبين حقيقة الكاتب، شنو استخدم الكاتب، كم حجم المقدار الكلام اللي استخدمه، الأفكار اللي استخدمها، وكم حجم الشيء اللي هو كتبه. ولذلك في كتاب صيانة القرآن من التحريف السيد الحيدري باقي الكتاب كاملا، كله باقي، ما بين سرقة وما بين أخذ من كتب الآخرين. زين، كتاب صيانة القرآن كتاب الحيدري؟ أنا أقول لك لا، مو كتاب الحيدري، هذا الكتاب طبعه الحيدري فهو سارق. ومسألة أنه الكاتب يكتب مصادر في آخر البحث، هاي قضية أجبنا عنها. الإنسان لما يطبع كتاب، القضايا الفنية يجب أن يلتزم بها هي أن يذكر مصادر كتابه في داخل كتابه. بعد ذلك صارت القضية أنه يثبتون المصادر في الآخر، وصار أيضا طريقة متبعة، ولكن هاي الطريقة المتبعة اللي هي ذكر المصادر يسمونها فهرس المصادر، هذا ما يثبت لا أمانة الكاتب ولا حرص الكاتب ولا علمية الكاتب ولا ثقافة الكاتب ولا علمية، ما لها علاقة. قضية ممكن واحد يحط مصادر في آخر الكتاب أساسا ما موجودة بال، هذا شيء يثبت أنه هو فاهم لو أمين لو لا، أبدا كل شيء ما يثبت. وأنا وجدت في مرة من المرات أخذ أحد الأشخاص بايق من عدة مصادر وما يذكرها، ذاكر مصادر ما مستخدمها، فشنو يكون؟ يكون لص. فالحيدري إذا استعمل مصدر داخل البحث، هل يجب علي أن يذكره أو ما يجب علي ذكره؟ لا، يجب علي، على الحيدري وأبو الحيدري يجب أن يذكره، هذا ما له علاقة بالحيدري. يعني أي إنسان يستخدم مصدر لابد يبين الحجم اللي استخدمه، وإحنا بيناها في قانون الاقتباس، لأن الاقتباس إذا أقل من 6 أسطر لازم يخليه بين قوسين، إذا أكثر من 6 أسطر لازم يخليه بخط منفصل عن بقية الكتاب. والسيد الحيدري لا ملتزم بهذا ولا ملتزم بها. نعم في بعض الأحيان بعض الموارد ملتزم، ولكن إذا التزم مرة معناته راح يبوق 10 مرات، وهذا أثبتناه في كتاب صيانة القرآن من التحريف. الحيدري ما كاتب صفحة واحدة من الكتاب وحاط اسمه علي. وأنا أدعو أي إنسان يدألف له كتاب يأخذ كتاب صيانة القرآن من التحريف ويضع اسمه ويشيل كلمات الحيدري اللي هن ما به نص صفحة، كل الموجود ما به نص صفحة، ويخرج المصادر ويكتب اسمه وعلي بالعافية. واضح؟ هذا ما يسمونه تأليف. الحيدر جاي يضحك عليك وعلى أمثالك، هذا ما يسمونه تعريف، هذا يسمونه ضحك على الذقون. زين، وهذا هسه كتابة جديد إن شاء الله، هذا كتابة جديد لأسماء الحسنى إن شاء الله، هم دربه أخضر. زين، فأنت لا تلعب مع الناس الكبار، لا تلعب مع الناس الكبار. احنا مو تونا جاي نتعلم قضية البحث العلمي، حتى والله الشيخ يقول، والشيخ شو له علاقة يقول ولا ما يقول، انا اللي اقول هذا شنو قانون انا حطيته؟ لا عزيزي، هذا قانون يدرس واحنا ندرسه. اذا انت ما تفهم روح اسمع الدروس. شوف اكو واحد ما يسمونه سارق وهو يستخدم مصدر من دون ان يذكره بالداخل البحث. زين، انت من تذكره اخر البحث، انا ايش استخدمت يعني، ماذا ما هو حجم المقدار اللي استخدمته داخل البحث؟ اذا انت ذاكر لي اسمه، بس ذاكر لي اسمه، شو استفاد انا من اسمه؟ شو اسوي باسمه؟ يعني اذا اعرف انت ايش قد اخذت، ناقشته ما ناقشته، وين كلامك عن كلامه، وين اعرف انا هذا الكلام، وين اعرف انه كلام الطباطبائي، وين كلام الرازي، وين كلام الحيدري، شلون اعرفهم؟ تنعرف عن طريق الاقتباس، قانون الاقتباس. راجع مقطع قانون الاقتباس وكيفية الاقتباس حتى تفهم أنت وغيرك، لأن إذا تبقون بهالشكل ما تفرقون بين الناقة والجمل راح تبقون مضحكة، مثل مضحكة إجازة الاجتهاد اللي ناشرينها، والله عندكم إجازة اجتهاد، هي إجازة تدريس. بابا اصحوا، لا تضيع دينك على مود واحد مثل الحيدري، فهمت لو لا؟ فإذا ترد بطريقة علمية. بعدين هذا الكلام أول مرة تكتبونه، كتبتوا أكثر من مرة جاوبنا علي، أكثر من مرة كتبتوا جاوبنا علي، ذكر
المصدر المستخدم داخل البحث في هامش الورقة واجب. إذا ما يسوي شخص فهو سارق. الحيدري سارق إذا سوى، وأنا شيخ جميل إذا ما سويتها أيضا أكون سارق. واضحة؟ أنا عندي واضحة.